عودة الولايات المتحدة الأمريكية لإفريقيا بعد تجاهل لسنوات وغيره. خليني أرحب بدكتور محمد فايز فرحات. دكتور محمد، مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا، مساء الخير أستاذ عادل. أهلا بحضرتك، أهلا بيك دكتور فايز. دكتور فايز، إيه أبرز النقاط اللي كرؤية، يعني خلينا نبدأ برؤية سيادة الرئيس اللي طرحها في القمة، وإيه أبرز النقاط اللي كانت بتقدم الحقيقة حلول عملية وأيضا واقعية لتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية؟ يعني قبل ما أشير لأهم النقاط يعني المهمة في هذه الكلمة، يعني خلينا الأول يعني نعرف السياق العام اللي بتتحرك فيه مصر في مثل هذه المحافل. تمام. مصر دولة مهمة في القارة الأفريقية، وبالتالي قدمت نفسها في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محفل دولي للتعبير عن مصالح القارة الأفريقية، وبالتالي مصر في هذا الإطار تتحرك أو جزء من صحيح أنها لها قضايا تخص الدولة المصرية والاقتصاد المصري، لكن في نفس الوقت هي تتحدث باسم صوت القارة الأفريقية في أكثر من محفل. حدث هذا في قمم أفريقية مع عدد من الدول الأوروبية، حدث أيضا أثناء مشاركتها في مجموعة العشرين وفي مجموعة البريكس، حدث أيضا في استضافتها لمؤتمر يعني الكوب 27، كانت تعبر أيضا عن مصالح القارة الأفريقية. لكن بالإضافة إلى ده، مصر أيضا تتحرك في هذا النوع من المحافل الدولية للتعبير عن مصالح ما يعرف بالاقتصادات الناشئة. هناك مجموعة أو موجة جديدة من الدول التي تدير أو يعني لديها مشروعات تنموية، حدث هذا في مراحل مختلفة في النظام العالمي. يعني كما نعلم يعني كان هناك موجات في آسيا، في شرق آسيا، موجات يعني لدول كانت لديها مشروعات تنموية، حدث أيضا في أمريكا اللاتينية. وفي هذه المراحل هذه الفئة أو هذه الشريحة من الدول داخل النظام الدولي لديها مصالح، لديها مصالح في جذب الاستثمار الأجنبي، لديها مصالح فيما يتعلق بشروط التجارة الدولية، لديها مصالح فيما يتعلق بتبعات إدارة عملية التنمية. أي عملية تنمية هناك مشاكل تواجهها، أحد هذه المشاكل هي قضية تمويل عملية التنمية. فهذا السياق يمكن أن نفهم كلمة السيد الرئيس في القمة الأمريكية الأفريقية، ويعني هي في رأيي امتداد للخطاب المصري في العالم فيما يتعلق بمصالح هذه الدول. أهم القضايا اللي أشار إليها سيادة الرئيس هي مسألة عبء الديون. زي ما أشرت قبل كده، أي دولة لديها مشروع تنموي يعني دائما ما هناك يعني تبعات لعملية التنمية، وأهم هذه القضية التي تواجهها كل دولة تدير مشروع التنمية هي تمويل التنمية. هذه الدول أو هذه الشريحة من الدول التنموية الجديدة يعني ليس لديها الفوائد المالية الكافية، دائما يكون هناك تواجهها مشكلة الاستثمار الأجنبي، أن الاستثمار الأجنبي غير كافي لتمويل عملية التنمية، فبالتالي بتعتمد على تمويل عملية التنمية من خلال القروض باعتباره أحد الأدوات لتمويل عملية التنمية. وبالتالي كانت القضية الأولى اللي أشار إليها سيادة الرئيس هي ضرورة التعامل مع ما وصفوا بعبء الديون على القارة الأفريقية، وطرح أنه لابد من تعامل القوى الدولية، القوى الكبرى باعتبار أنها مسؤولة عن الاقتصاد الدولي، أن تتعامل مع قضية الديون. قضية الديون ليست عيبا في حد ذاتها زي ما أشرت قبل كده، لكن هي جزء من تمويل عملية التنمية، أن دائما هناك فجوة بين متطلبات عملية التنمية وما بين الاستثمار الأجنبي، وبالتالي بتظهر قضية. هل ممكن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية دكتور فايز فكرة إعفاء الدول النامية من الديون أو تحويلها لاستثمارات؟ هذه فكرة يعني ليست سابقة، يعني في مراحل يعني مختلفة كان هناك تيار داخل الدول النامية والدول الناشئة يدافع عن هذه القضية، وبالتالي هذه قضية مشروعة ليست سابقة وليست يعني قضية حديثة في النظام العالمي. مفهوم. دائما هذا طلب مشروع للدول الناشئة. هل محتاجة أنه إفريقيا جميعا تطالب بهذا المطلب مثلا؟ هذا صحيح، وهذا حق في رأيي، حق للدول النامية الآن وحق للدول. يبقى مطلب عام. لأن الدول المتقدمة حققت تجاربها التنموية وحققت هذا الحلم الذي يحلم بها أي مجتمع وأي دولة، حققت عملية حققت يعني قضية التنمية
أيوة. وأنجزت هذا الاستحقاق وهو جزء منه كان على حساب الدول النامية، لأن الدول النامية ساهمت في تمويل عملية التنمية من خلال توفير السلع الرخيصة والأيدي العاملة الرخيصة. وبالتالي هناك في رأيي حق للدول النامية والاقتصادات الناشئة أن يتم مساعدتها في هذه في إدارة عملية. بتصور أنه محتاج كل الدول الأفريقية أن هي تشتغل على هذا الملف طبعا، حتى تصل بدعم أمريكي لهذه الفكرة. يحتاج إلى جهد دبلوماسي ويحتاج إلى تنسيق كبير واستغلال كل المحافل الدولية بحيث يكون هناك صوت واحد يعبر عن مطالب هذه الشريحة وهذه الفئة من القادمين الجدد في عملية التنمية ومنها مصر بالتأكيد. طالما أنه العنوان الكبير الواضح من الولايات المتحدة الأمريكية هو الاتجاه لإفريقيا، الاستفادة من إفريقيا، تعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، يبقى بتصور أنه لازم يبقى فيه، وهي مطالب مشروعة زي ما حضرتك قلت، اجتماع على هذا المطلب. بالضبط، لأنه لا يمكن أن يكون هناك يعني علاقة حقيقية وعلاقة تقوم على مكاسب للجميع بدون أن تتفاهم الولايات المتحدة الأمريكية مصالح هذه الدول ومشكلتها الاقتصادية. القضية الأخرى التي أشار إليها السيد الرئيس هي مسألة يعني تحسين شروط القارة الأفريقية أو تحسين نصيبها في التجارة العالمية. لأنه بمعنى أن يكون هناك إعادة نظر في شروط يعني التجارة العالمية أو التجارة بين القارة الأفريقية والاقتصاد العالمي، وتحسين الشروط هنا له أكثر من بعد. البعد الأول يتعلق بتحسين البيئة الداخلية وعلى رأسها قضية البنية التحتية، وأشار السيد الرئيس إلى هذه المسألة لأنه هذا هو عنوان يعني السياسات الدولية أو أحد الملامح الأساسية للسياسات العالمية الآن هي الربط عبر القارة عبر الأقاليم. يعني الصين طرحت مشروع الحزام والطريق أو الفلسفة الأساسية في هذا المشروع هي الربط بين الصين وبين مختلف الأقاليم، أفريقيا، جنوب أسيا، جنوب شرق أسيا، منطقة كوراسيا، أوروبا. هذه هي الفلسفة الأساسية التي يتعامل معها الآن كجزء من تعميق حالة الارتباط وبالتالي تحسين شروط التجارة أو ما يعرف بإزالة الحواجز المادية للتجارة. لكن هناك أبعاد أخرى لتحسين قضية أو تحسين شروط التجارة الأفريقية مع العالم، منها أن يكون هناك يعني فرصة للسلع الأفريقية للنفاذ إلى الأسواق العالمية ومنها السوق الأمريكية والأسواق الأوروبية، وهذه أحد الميزات الكبيرة التي تمتعت بها الأسواق أو الاقتصادات الأسيوية. هذه الاقتصادات نجحت في تحقيق تنميتها لأنها كان لديها شروط أفضل فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق الأمريكية وأسواق الاقتصادات المتقدمة. النقطة الأخرى الثالثة المهمة هي مسألة ضرورة الربط ما بين الأمن الغذائي والأمن المائي. هذه مسألة مهمة لم يلتفت إليها الكثير من القادة، لأن هناك خصوصية في الحالة الأفريقية، هناك قضية أمن غذائي لكن لا يمكن التعامل مع قضية الأمن الغذائي من وجهة نظر المصرية كما طرحها السيد الرئيس بدون أن يتم ربطها بقضية الأمن المائي. إذا كنا نريد أن يكون هناك معالجة لقضية الأمن الغذائي في القارة الأفريقية فلابد أن يتم التعامل معها يعني من خلال ربطها بقضايا أخرى وعلى رأسها قضية الأمن المائي. قضية الأمن الغذائي في أفريقيا، النقطة المهمة هنا أن حل قضية الأمن الغذائي في القارة ليس فقط لمصلحة القارة لكن لمصلحة الاقتصاد العالمي، ولأن العالم الآن يعني يعاني من موجة من يعني استفحال قضية الجوع في العالم، وبالتالي القارة الأفريقية من خلال ما تمتلكه من موارد طبيعية وموارد مائية مهمة يمكن أن تكون القارة الأفريقية جزء من حل هذه المشكلة في العالم، لكن لا يمكن حلها على حساب يعني اقتصادات أفريقية، لابد أن يتم التعامل معها بمنطق حماية الأمن المائي أيضا. كل هذه أمور يعني مهمة وكانت أبعاد مهمة وفي رأيي تشير أو تتعامل مع جوهر المشاكل في القارة الأفريقية. صحيح. بشكرك دكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.